بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في كورس Foundations Engineering 2. أنا كنت قلت لكم المرة السابقة إن إحنا هنتكلم المرة دي عن Passive Air Pressure، ولكن أحد زملائكم سألني بيقول لي هو ينفع أرسم Air Pressure أو أحسب Air Pressure لو كانت الحيطة مايلة أو التربة مايلة بنفس القوانين السابقة؟ فقلت له ممكن، بس القوانين هتختلف. فعشان كده الجزء بتاعنا ده لسه هنكمل فيه Air Pressure، ولكن امتى؟ لو انا عندي التربه دي مايله بالشكل ده. لو التربه عندي مايله بالشكل ده، الارس بريشر برضك هيبقى مايل بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب وبعدين؟ عادي جدا، هتقول له هنا جاما في الاتش في الكي اكتف، حلو الكلام ده، وابتدي اجيب له الفورس نص القاعده في الايه في يعني نص القاعده في الارتفاع. بس في مشكله هنا، الكي اكتف مش بتساوي زي ما احنا خدنا قبل كده 1 ناقص ساين فاي على 1 زائد ساين فاي. دي الكي اكتف لما يبقى عندي التربة مايلة بزاوية مين؟ الفا. كي اكتف يساوي كوزين الفا في كوزين الفا ناقص جذر تربيعي لكوزين تربيع الفا ناقص كوزين تربيع فاي على كوزين الفا زائد الجذر التربيعي لكوزين تربيع الفا ناقص كوزين تربيع مين؟ فاي. خلاص. والبي اكتف نص الجاما في جاما في اتش سكوير في كي، ده عادي جدا مفيش مشكلة، المشكلة كلها بس في الكي اكتف بتاعتي. طيب للجرانيوال سويل ان السي بتاعتي بكام؟ بصفر. طب لو كانت بقى عندي تربه سي فاي سويل، هقول له كي اكتف بتاعتي هتختلف شويه، مش هتبقى زي اللي احنا قايلينها فوق دي، ده ليها قانون تاني. طبعا انت مش عليك اثبات القوانين ديت دي طبقا لنظريه مين؟ رانكن، اللي هو طلع الاكتف ايرث بريشر فاكتور بتاعنا. دي بس ملحوظه كنت عايز اقولها لكم بخصوص الاكتف ايرث بريشر لما يبقى عندي ايه اللي حصل، التربه بتاعتي مالها مايله بالشكل ده. اما لو كانت الحيطه كمان مايله ممكن ما نشتغلش بطريقه رانكن ونشتغل بالويدج سيري او الكولوم سيري، اللي ممكن نتعرض ليها في الكورس ده او ما نتعرضش ليها على حسب وقت الكورس. شكرا.